البطيخ مهم جدا، الفراولة، الحاجات كل حاجة لونها أحمر، البطيخ، الفراولة، البنجر هيتسلق أو يتبشر في السلطة، أي حاجة لونها أحمر بتقوي الذكاء. كمان المهدئة زي النعناع والليمون، هنعمله عصير طبعا، نعمل نعناع وليمون مع تلج ونقدمه لأبنائنا، يقوي الذكاء والذاكرة وينشط المخ. والخيار طبعا من الحاجات اللي بتقوي الذكاء، الريحة بتاعته بتنشط المخ، الريحة، ريحة الخيار بتنشط المخ فبتقوي الذكاء، فلازم يتقدم مع الفطار مع السلطات. وآخر حاجة بقى الملوخية، كل حاجة لونها أخضر بيقوي